فمنذ أيام تم الإعلان عن إطلاق النسخة السادسة لجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي، والتي تحمل معالم سياسة دولة الكويت في توجيه الشباب نحو الإبداع في المجالات التي تضمنتها الجائزة وفق معايير وضعتها اللجنة العليا للجائزة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتورة فاطمة السالم، عضو جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي. دكتورة فاطمة، صبحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. والله شكرا على هذه الاستضافة، ويشرفني أن أكون وياكم. شرف وجودك. بداية، أو قبل لا أدخل في أو أتعمق في الجائزة، أعرف الشروط على أساس أني أنا أقدم لخوض هذه التجربة للحصول على الجائزة، وأيضا إلى متى الباب مفتوح ومن متى فتحته؟ إن شاء الله. طبعا الباب مفتوح صار له أسبوع تقريبا، ولما نهاية شهر 2، لما إن شاء الله ليه 28 أو 29/2. الشروط جدا بسيطة، من عمر 14 إلى عمر 35 من يوم نهاية الجائزة، نهاية التقديم على الجائزة، يكون عمرك 35 سنة، ما يعدي 35. وطبعا شروطها هي أنك أنت تكون عندك مشروع، فكرة، مبادرة، مؤلف، كتاب، يعني أي شيء، أي مشروع إبداعي من شأنه أنه هو يعزز القيم والعادات والتقاليد، وبنفس الوقت مشروع إبداعي يبين ويعكس على المجتمع، يبين إبداعك طبعا يعكس على المجتمع بشيء إيجابي. طبعا أكيد المشاريع الغير ربحية احنا نتكلم عنها، وأيضا قبل لا أنسى أن حتى ممكن أن الواحد يقدم لإنجازات شخصية هو مسويها لكن لها منفعة ورد على المجتمع. فهذه الشروط. وبعدين أكيد يعني تعبئة الابليكيشن اللي هو في موقع الوزارة، في موقع الجائزة، ويعني الأوراق تثبت أن هذا مشروع أو هذه المبادرة أو هذه الفكرة تملكها أنت. جميل. فقط. وبعدين وأيضا في شيء مهم يمكن الناس ما تعرفه، أنه ممكن تقدم كفرد أو كعدة أفراد إذا كنتوا أنتم مشتركين في هذا المشروع. هذا المشروع. جميل. بالضبط. طبعا بما أن قلتي إبداع، يعني هو من الشخص نفسه نابع أو من فكرته، ومن ثم ترجمها على أرض الواقع. بالضبط. وليست مقلدة أو مأخوذة من مكان ثاني. بالضبط. إحنا جميل. نبي أي مشروع إبداعي يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت ويعكس تميز شبابنا. احنا صراحة دولة الكويت عندنا مستوى عالي من التميز، خصوصا يعني احنا مجتمعنا مبني على الشباب، فاحنا بهذه الجائزة نهدف ان احنا نبين الصورة هذه الإيجابية، ونبين المشاريع اللي ممكن تعيد بالنفع على المجتمع، ونبين طاقات الشباب وإمكانياتهم. جميل. شنو جديد هذه النسخة من الجائزة عن سابقاتها من الجوائز؟ شوف، هي الجائزة صراحة كل سنة قاعدة تتجدد، سواء بالمجالات اللي طلب اللي الشباب ممكن يقدمون عليها، سواء ب يعني توسعة المجالات وتوسعة المبادرات اللي ممكن الواحد يقدم عليها. وإن شاء الله خلينا نشوف الحين المتقدمين ونشوف شنو إبداعاتهم في هذه السنة. وكل سنة صراحة قاعد يتطور إبداع الشباب، وقاعد تتطور إنجازات اللي قاعدين يقدمون عليها، وإن شاء الله خير. خلينا نشوف شنو الموجود، يعني شنو الشباب اللي قدموه إن شاء الله. الجائزة هذه تحمل اسم الكويت وتحمل اسم كويت، ترجمة لدعم سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لهؤلاء الشباب اللامحدود في تمكينهم. شلون هذه الجائزة تحمل هذا الأمر؟ شوف، هي الجائزة أصلا أتت بمبادرة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الله يحفظه، اللي هو أكد في أكثر من محفل وأكثر من كلمة أهمية الشباب، وأكد أن الشباب هم الثروة الحقيقية لهذه البلاد. فأتت هذه الجائزة تعزيزا لرؤيته في دعم الشباب ودعم التميز والإبداع. طبعا الجائزة بدأت في 2015 وبدأت تتطور، كل سنة قاعدة تتطور أكثر وأكثر. فأكيد هذه الجائزة هي ترجمة لرؤية صاحب السمو أمير البلاد في احنا نسميها سياسة الكويت للشباب، اللي هي سياسة دعم الشباب وتحفيزهم وتعزيز التنافس الشريف فيما بينهم، وتسليط الضوء على 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 الأمور الإيجابية في المجتمع وعلى الشباب وإبداعاتهم الشبابية لتحفيز الآخرين. فيعني صراحة هي رؤية جميلة، وإحنا يعني طبعًا إحنا قاعدين الحين نتكلم عن يعني خطة التنمية وهذا كله، لكن هذه الخطة كلها والتنمية المعمارية لا تأتي إلا في بداية إن إحنا نعزز ونطور الثروة الشبابية أولًا. يعني إحنا مهم التطوير المعماري، لكن الشباب إذا ما بدينا فيهم
ما في يعني خلينا نقول هدف من تطوير البلاد. جميل. اذا ما اهتمينا بالشباب. الشباب ما عندهم قصور في التقديم على هذه الجائزه؟ والله شوف احنا بالعكس احنا يعني مثل حضرتكم استضافتكم اليوم وغيرها قاعدين نحاول ان احنا ننشر الوعي عن هذه الجائزه والترويج لها عشان احنا نطمح لاكبر عدد ممكن من الشباب انه هو يقدم. نعم. ومن خلال التلفزيون اليوم ودي ان انا اوصل رساله للشباب ان اذا انت عندك فكره مبدعه، اذا انت عندك مشروع مبدع، اذا انت عندك انجازات، اذا انت عندك مؤلف كاتب شيء ودك ان الناس تشوفه، ودك ان الناس تقيمه، ودك انك انت تتنافس منافسه شريفه مع غيرك، قدموا. لا يردكم شيء، نبي الكل يقدم، نبي الكل ينجح ويتكرم من حضرة صاحب سمو أمير البلاد ويكون واحد من الشباب المبدعين لي يعني خلينا نقول لتحفيز غيره من الشباب. جميل. الأعمال الإبداعية الشبابية المشاركة هذا العام شنو هي؟ إلى الآن يعني أنا أدري إن في تقصير من الشباب إلى الآن يمكن ما قدموا وايد، لكن خلينا نقول يعني لابد من وجود اعمال ابداعيه متميزه شباب. شوف هي للحين ما سكرنا باب التقديم. نعم. ولكن وطبعا احنا نتمنى ويعني نطمح ان يقدمون عدد اكبر اكيد. لكن الابداع طبعا احنا في مجالات عديده للجائزه. جميل. يعني يمكن عندنا المجال تعزيز الصحه، عندنا العلوم والتكنولوجيا، عندنا العماره والهندسه، عندنا الاعلام اكيد وهذا تخصصي، عندنا العلوم الشرعيه، عندنا قلت لك انا الصحة، التعليم، التعليم قبل أن أنسى التعليم، فهي مجالات عديدة والإبداع يعني ما في حدود له. صحيح. يعني شبابنا عندهم أفكار خلابة وأفكار يعني كبيرة، وإن شاء الله نخل نشوف نهاية اليوم التقديم ونشوف شنو الأعمال اللي تقدمت إن شاء الله. نتكلم عن جوائز هذا العام في المسابقة شنو هي؟ شوف هي قيمة الجائزة 100,000 دينار وكل وهي 10 مجالات، فكل متقدم يحصل على 10، كل فائز طبعا يحصل على 10,000 دينار. يعني ما في مركز ثاني، في مركز اول، في مركز في كل ثاني مجال. في مركز ثاني، في مركز ثاني، ولكن احنا نرق الحين يعني العشر افراد المتقدمين كل واحد راح يحصل على 10,000 دينار. نعم. وايضا يعني اذا كانوا طبعا مجموعه اكيد تتقسم عليهم، ومثل ما صار في السنوات السابقه يعني كل انت قاعد تتكلم عن 100,000 دينار تتوزع، فهي مبلغ جدا كبير. وشنو اللي صار على موضوع المرتبه الثانيه؟ انه بداوا يشوفون انه في شباب قاعد تاتي في المرتبه الثانيه ومبدع جدا، يعني ودهم انه يكرمونهم، فيات فكره انه حتى الثاني يتكرم بمبلغ طبعا اكيد اقل. نعم. ولكن جزء من التحفيز وجزء من التشجيع، وان شاء الله المرات القادمه يعني يكون من المرتبه الاولى. جميل. شلون راح تستفيد او يستفيد صاحب الجائزه هذه بعد الاعلان عن انطلاق مجلس الشباب؟ شوف هو كل الاعمال اللي هدفها تنمية الشباب وتنمية قدراتهم والتركيز على إبداعاتهم كلها تكمل بعضها. نعم. ما في شيء يمشي بخط سير منفرد، فالمجلس الشبابي أكيد يكمل الجوائز، جائزة الدولة التشجيعية، وأكيد يكمل أكيد مشاريع وزارة الشباب اللي قاعد تقوم فيها، فهي كلها أشياء تكمل بعضها وكلها بهدف واحد اللي هو استراتيجية الكويت للتعزيز وتعزيز التنمية وقدرة الشباب. فإحنا ما أعتقد أن في مشروع ممكن هو يعني يسير في خط بروحه، أكيد المجلس الشبابي راح يدعم الشباب لأنه أكيد راح يهتم في قضايا الشباب، في تسليط الضوء على همومهم مشاكلهم، فبالعكس هي أكيد شيء إيجابي وأكيد راح يدعم الجائزة في السنوات القادمة. جميل. الدور فقط حاليا على الكويت، هل هناك في دور إقليمي خليجي في المستقبل؟ والله شوف احنا صراحه ما تم مناقشه هذا الموضوع للامانه، اكون صريحه معك، ولكن انا مؤمنه ان احنا في الكويت عندنا وايد طاقات، فخلنا نطلعهم اول، خل تطلع كلها بعدين نوسعها، لان انت ما تتخيل الطاقات الشبابيه. يعني انا كل مجالي بالتدريس في الجامعه، فاشوف قدامي الطلبه والشباب، اشوف امكانياتهم طموحاتهم عاليه جدا يعني، فهذه الجائزه قد تكون الخطوه الاولى لانك انت تحس بالتقدير ويمكن تكمل وتستمر، وزميلك يشوف انك انت حصلت على الجائزه ممكن السنه الجايه يحاول انه هو يبدع ويقدم مثل تحفيز. هي الجائزه ترى مو المبلغ المادي فقط، هو كونك انت يعني تتكرم من حضره صاحب السمو امير البلاد، وكونك ان انت اسمك يكون واحد من الاشخاص اللي حصلوا على هذه الجائزه هو بحد ذاته انجاز وفخر. فبالعكس يعني هي الجائزه الماديه اكيد نوع من التحفيز ونوع من يعني تعزيز خلينا نقول المنافسه الشريفه فيما بين الشباب، ولكن هو الجائزه الحقيقيه هو انك انت تكون واحد
واحد من الشباب المبدع في هذه البلاد اللي أنت تنشر الرسالة الإيجابية للغير. نعم. ذكرت نقطة جدا جميلة، اللي هنا عندنا شباب طموح ويحاول جدا، وعندك يمكن في الجامعة قاعد تشوفينهم جدا جدا جدا، لكن شوية محبطين، إيش رأيك؟ شوية محبطين. يعني الظروف، انت لا تنسى ان احنا المجتمع كله يكمل بعض، واحنا كلنا نتاج هذا المجتمع يعني. فاذا حسوا ان في مثلا جانب محبط، او اذا مثلا كان اذا حسوا من السياسيين او من قاده الراي ان في مشكله في البلاد، اكيد تنعكس على الشباب، واكيد هم يتحبطون ويحسون ان هم ما في مستقبل لهم. لكن هذا الكلام يعني خطا، لان انا يعني مؤمنه جدا ان اساسا خطه الكويت للتنميه 2035 هي قائمه على الثروه الانسانيه والشباب. فانا يعني بالعكس، هم قد يكونون محبطين، ولكن يعني في مجالات عديده ممكن انهم ينجحون ويبدعون، لكن كله يبدي بالخطوه الاولى، انك انت تعمل وحتى اذا كان في صعوبات، لازم شويه بالضبط يتعبون على نفسهم على اساس انهم يعدون هذه الصعوبات، ولا شلون راح نتعلم؟ بالضبط. انا دائما اقول لهم ان الافكار حلوه لما تكون افكار، ولكن تكون ملموسه لما انت تبدي تطبقها. صحيح. ما يصير بس تقعد تحلم، لازم انت تطبق، تاخذ الخطوه الاولى في تطبيق احلامك، سواء كانت في دوره، سواء كانت في مشروع، اي شيء طبقه. لا تخاف من الفشل، لان الخوف من الفشل هو اول اعداء النجاح يعني. صحيح. كلمة أخيرة ودك توجهينها للشباب اللي شاركوا واللي إلى الآن ما شاركوا؟ صراحة أنا ودي من خلال يعني الاستضافة اليوم إني أوجه رسالة للشباب، إن لا يكون عندكم حاجز، لا تحسون إن لا والله لا يمكن إن أنا أفوز، أو يمكن إنجازي ما يكون إنجاز كافي. قدم مرة ومرتين وسنة وسنتين وثلاث سنوات، لما إن شاء الله تحصل على الجائزة. خلي يكون عندك المبادرة، روح المبادرة. وأتمنى إن يعني عندنا الحين تقريبا بقى أسبوع، فيمدي إن أي واحد عنده يشعر إنه عنده إنجاز حققه، خلي يقدم على هذه الجائزة، خلي يشوف حظه. يمكن هو إنجازه ما يكون بالنسبة له شيء كبير، ولكن يمكن هو إنجاز مهم أو له قيمة اجتماعية. مبادرة، يمكن أنت سويت مبادرة مع زملائك ما تشعر بقيمتها، لكن يمكن هي لها نفع كبير على المجتمع، خصوصاً أنه يمكن أن هي تنشر الرسالة هذه الإيجابية. فأتمنى أن يقدمون، عندنا باقي أسبوع، وأشكر لكم استضافتكم اليوم، وإن شاء الله يعني تكون خلينا نقول نوع من الوعي للشباب أن ترى فيه جائزة، وما زال التقديم مستمر. نعم. دكتورة فاطمة السالم، عضو جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي، شكرا لك وتشرفت بوجودك. شكرا على الاستضافة. شكرا. تسلم.